أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة من خلالها نحاولوا نعطيكم بعض النصائح باش تربيوا ولادكم اللي هم ولادنا بالطريقة السليمة. اليوم معنا أخصائيين باش نتكلموا على موضوع يهمكم كامل. كل الأولياء يتسألوا كي يقربوا العطل الكامل، يا ترى واش ندير واش ما نديرش، واش هما النشاطات اللي نديرهم لولدي؟ كاين اولياء اللي يخدموا ولادهم راهم عطله كم. حنا حبينا نتكلموا على تنظيم العطل المدرسيه، يعني الاولياء كيفاش يتعاملوا مع هذه العطل هذه. معنا اخصائيين اليوم، معنا السيده حوريه خادير اخصائيه في علم النفس. تفضلي مدام، تفضلي. مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا مدام، نساعدك. شكرا. تفضلي. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. معنا كذلك الاستاذه علجيه جيلاني 17 سنه في سلك التعليم. مرحبا بك مدام، مرحبا بك، مرحبا بك. تفضلي تفضلي. شكرا. شرفتينا 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 مدام. ومعنا كذلك حميد هلال مسؤول مخيم صيفي و مختص في التنشيط مدية الشباب والنضال لولاية الجزائر. مرحبا بك، مرحبا بك سي حميد، مرحبا بك. ومعنا كذلك تجربة حية السيدة مدني راتبة. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. تفضلي شرفتينا مدام، شرفتينا. في كل مرة نستضيفوا طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية تاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا مهدي، أروح مهدي، تعال تعال أروح وليدي. واش راك مهدي؟ لاباس؟ الحمد لله. شحال في عمرك مهدي؟ 9 سنوات. 9 سنوات، واش مسنة تدرس؟ سنة رابعة. شاطر في القراية أنت؟ شحال جبت معدل؟ 8.15. أوه برافو 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 برافو، شاطر شاطر وليدي. قولي الواجبات المدرسية تاعك أنت منظم فيها حتى يقول لك تقرا ولا تقرا وحدك؟ كي ندخل للدار نبدل حوايجي، نغسل يدي هذوك، ومن بعد شرب الحليب ونروح تبدا تقرا. وفي الجمعة والسبت تلعب شوية مع أصحابك وكامل؟ تلعب شوية وتقرا شوية ولا كيفاش دير؟ نلعب شوية ونقرا شوية. هاي مليح مليح مليح. إذا مهدي تفضل وليدي، روح دير الواجبة المدرسية تاعك في هذاك المكتب الجميل، وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم. شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. موضوع اليوم موضوع مهم، هو تنظيم العطل المدرسية. الأولياء يا أولياء، كما الدراسة مهمة كما العطلة مهمة. بزاف الأولياء يتسألوا يا هل ترى كيفاش ننظم أنايا العطلة تاع أولادي، واش ندير، واش كاين، واش. احنا من خلال هذه الحصة حبينا نعطيكم بعض النصائح هكذا اللي تفيدكم في التنظيم السليم للعطل المدرسية. قلنا العطل المدرسية، مادام تكلمنا على المدرسة نبدأ بك السيدة علجية جيلاني، ماذا بينا تتكلمينا على العطلة، يعني الرزمنة تاع العطلة كيفاش تكون وكيفاش مقسمة إلى ثلاثيات ولا يعني بالنسبة للدراسة وكامل. وحبيت تعطينا كذلك الأطفال لما قبل كي تقرب العطلة كيفاش يكون الانطباع تاعهم، وخاصة لما يرجعوا من العطلة كيفاش المدرسة تنمي في هذاك الطفل هذاك، كيفاش تنمي فيه حب العطلة، وكيفاش يعني خاصة تزرع فيه أنه العطلة ما هي إلا استراحة للدراسة أحسن. يعني هذه هي النقطة اللي حبيتك توضحيها لنا أستاذة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مرحبا بك. العطلة بالنسبة للتلميذ هي متنفس، هي الوقت اللي يرتاح فيه. العطلة هي ذاك الهدوء اللي يسناه التلميذ بفارغ الصبر، يعني ما يكونش عنده قال لازم النوض لازم هذه هذا هذا يعاود يرجع للنظام تاع البيت، هذا يرجع للنظام تاع البيت. لكن احنا كأساتذة نشوفوا ذاك التلميذ يسنى ذيك العطلة
لأنه ثلاثي كامل هو يدرس، عنده عمل جاد، عنده جهود يبذلها، نخليه يريح، هو يستناها بفارغ الصبر، حتى احنا طبعا باش نجددوا النشاط تاعنا. الأساتذة يعاود يرتب الأفكار تاعو، تتقاعد، يشوف النتائج نتاعو، انه يدير حوصلة يعني، حوصلة بالنسبة لينا وبالنسبة للأولياء وبالنسبة حتى للتلميذ. يشوف هو يكتشف، هو يكتشف نفسه، اوتو ايفالواسيون، هو يقيم ذاته، يقيم ذاتي قدرات تاعو، تنمى وتخير الثلاثي اللي درسوا، ولا مازال فيه بعض الصعوبات، بعض التعثرات اللي لازم يستدركها في العطلة، لكن دائما تبقى العطلة الهدف تاعها الأساسي انه هو ذاك الهدوء، هذوك النفسية تاعو ترتاح. هل الأطفال قبل العطلة تحسوا بلي راهم متشوقين للعطلة يعني؟ طبعا تحسوا بلي اصلا العطلة تجي بعد الاختبارات. بالضبط بالضبط، والاختبارات جو من التناقضات، الحفظة والنتائج بفارغ الصبر، يعني فيه ضغط، فيه ضغط، فيه ضغط، ضغط كبير يعني، بعد يروح يتنفس يعني. بعدها لازم يتنفس، لازم. وكي يرجع الطفل من العطلة كيفاش يرجع؟ يرجع يحكي حكايات، يحكي على العطلة. أنا شخصيا دائما روتينية يعني، نخلي التلميذ خاصة التلاميذ اللي خرجوا راحوا زاروا اماكن، راحوا شافوا الاقارب تاعهم، صله الرحم في العطله، اذا يعاود يولي، نخلي لهم الاول يوم المجال باش يعبر عن رايه، يحب هذيك الفكره اللي تعلمها، ولا ذاك العطله اللي كيفاش قضاها، يحب له كان يتقاسم مع زملائه. كيما احنا الكبار عندنا فكره نحبوا نعطيوها لواحد اخرين، هو ثاني يحب يحكي على قدام في القسم قدام زملائه، انا رحت وانا شفت وانا اكتشفت، ولاول مره ذيك الفرحه هذيك نخليهم يشاركوها في بعضهم بعض. جميل 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 استاذ، الله يخليك، الله يخليك استاذ. خليك سيده خدير حوريه، اخصائيه نفسانيه. مادام تكلمنا على الضغط تاع الامتحانات، وعلى حبينا لو كان تتكلمينا على الجانب النفسي، الجانب النفسي خاصة للأطفال وكامل، ومعليش إذا كان حبيتي كذلك ترقي شوية الجانب النفسي تاع المربيين والأولياء كذلك في هذا الجو هذا تاع العطلة، يعني ما قبل العطلة، إبان العطلة، وبعد العطلة. هنا العطلة يعني في حد ذاتها يعني هي عالميا مدروسة، باش جات العطلة هذه يعني عالميا درسوها، يعني هي شيء ضروري ولابد منه. الجو اللي الجو نقولوا، وخاصة السودس الأول فيه أربع شهور، وإحنا دراسة، المواظبة، النهوض باكرا، ومن بعدك الفروض، ومن بعدك الاختبارات، الأطفال في جد واتصال، والأولياء نفس الشيء، والجانب النفسي هذاك الضغط، هذيك لا طونسيون سكولير، وهذيك لا بريسيون تاع الاختبارات، ليزوبليغاسيون يعني، كلش يعني، النظام يعني كي شغل رانا، اسمح لي، كي شغل رانا في كازيرنا يعني، يعني كاين النظام، النظام هذاك، يعني النظام هذاك لازم نطبقوه، كاين قانون داخلي، قانون يعني داخلي، ما لازمش تدير هكذا، ما لازمش تتكلم كي يكون معلم يشرح، ما لازمش يعني الطفل اللي بليدي كيما يقول، يعني يعني كاين اون بريسيون تاع صح يعيشها الطفل ويعيشوها معاه الاولياء ويعيشوها الاساتذه. يعني شوف يعني كي نكملوا الامتحانات، ومن بعدك كي نكملوا الامتحانات هذاك الاسبوع ما قبل العطله، نلاحظوا الغيابات، يعني الغيابات ما فادح يعني، خلاص الاختبارات خلاصوا، مجرد الاخر الاختبار، اخر امتحانات، التلاميذ ما يحبوش يجوا للدراسه، حتى نقول كيفها، مازال الدروس، مازال البرنامج ما كملناش، يلزم يحضروا، مي ما يحبوش يجوا، ما يحبوش يعني، خلاص تلاشوا تلاشوا يعني، خلاص يعني حتى، ولكن على ما نظن وكان يعني الاولياء نتاعهم يوقفوا، انا مثلا نشفى كنا صغار، الاولياء تاعنا كانوا واقفين، يعني حتى ولو تنتهي من الامتحانات يسقسيك يقول لك مازال برنامج، تقول له ايه، يقول لك لازم تروح تقرا، يعني الاولياء هنا الدور تاعهم، ايه دور يعني اي العطله راهي جايه، يعني بقات هذاك الاسبوع ولا بعد بضعه ايام، بعثوا ولادكم يقراوا، بعثوا ولادكم يقراوا، لانه مازال برنامج الدروس مهمه، والبرنامج مازال ما خلصش، وخاصه اقسام الامتحانات
بالضبط. يعني الأطوار ثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي والنهائي. يعني لابد من احترام البرنامج. بالضبط. يعني مواصلة يعني البرنامج حاجة كبيرة. كاين في الأسبوع يغيبوا، في الأسبوع يغيبوا ثلاث مرات. حنا ما عندك تقعد تتصل بالأولياء وعلاه ما جاوش. كثير. ماشي، هذه ماشي مليحة. الأولياء يعني يبدأوا الفشل من دوق. بالضبط. بالضبط. حبذا يعني الأولياء يكملوا، ما زالت العطلة فيها 15 يوم، يعني كملوا الدراسة تاعكم وبعدك خذوا عطلة ما شاء الله. بكري كانوا مانيش عارف إلا ما زالها ولا لا، لا نقولها قصة طريفة. يعني كانوا بعض الأساتذة مانيش عارف دركا إلا ما كانش في بعض الوقت يقول لك تحب تجي تحب ما تجيش، يقولوا للتلاميذ أنا نشفلها في وقتنا دونك ما على باليش، إن شاء الله يا ربي تكون، لأنه التلميذ طفل ما تعطيهش الاختيار. إلا إيه قلت له تحب تجي تحب ما تجيش، عرف اللي موش جاي. ما يجيش. هذه هي. ما يجيها. الطفل، الطفل مثلا تقول له تحب تروح منا، تحب تروح منا. يقعد في الوسط ما يروح حتى البلاصة باسكو ما يعرفش، أو الطفل يقول لك وجهني. بالمرات حنا درناها في حصص ماضية، نقول لهم يا أولياء وجهوا أولادكم، ولكن وجهوهم بالطريقة السليمة. مثلا المربي والمعلم يقول للأطفال لازم تجو، ما يقولوش تقدر ما تجيش، لأنه الطفل، الطفل ورقة بيضاء ويستنى، يستنى أنت تقول له واش يدير. أستاذ ما يقدرش الأستاذ، ما يقدرش يقول له تحب تجي تحب ما تجيش. أنا كي كنت صغير ما يحبش يجي، ما يجيش. أنا كي كنت صغير قالوا هنا ودوكا دوكا لو كان ما يجيش. إحنا ننضروا الأساتذة، ننضروا لأنه ما تقدرش تقري قسم فيه نص نص بدل. عدد التلاميذ. يعني هذه راحت، هذه تاع تحب تجي تحب ما تجيش. إحنا عندنا في الابتدائي ما نقولوهاش. بالضبط. انا يعني مانيش حابه نهضر في الاساتذه، كاين اساتذه يقولوا كي يشوفوا القسم ما يجيش، هو مادام لك ما يدير بهم ما يجوش. لا لا يعني حتى هما عندهم الضغط النفسي تاعهم. احنا حقيقه هو يقول لك ليكسبسيون كونفيرم لا ريغل، ماشي مشكل. احنا رانا هنا نتكلموا على العامه، احنا على بالنا باللي معظم المربيين وكامل عندهم ضمير باش نفرغ منه، ولكن دي فوا دي فوا يكونوا حالات خاصه موجوده في العالم كامل تسيب المربي هذاك بالمرات يغلط في حاجه، ولا احنا بالك من هذا المنبر هذا رايحين نعطيهم تحسيس هكذا، لانه الطفل بريء. الطفل ما تعطيهش الاختيار، الطفل قول له روح غدوه تقرا لان الدروس مهمه خلاص كي تقول له. ولكن كي تقول له الطفل ما لازمش يسمع هذه الهضره، مثلا تقول لهم خلاصوا الامتحانات يبقى لنا هذا الاسبوع نجوزوه ومن بعد نروحوا العطله، لا انتهينا من الامتحانات راح نوصلوا البرنامج، البرنامج برنامج مهم لازم نكملوا. هم المربيين على كل حال ما نقولش باللي هي مش اخطاء، ولكن بالمرات كلمه هكذا ولا على بالهمش باللي راهم يهضروا مع اطفال وكامل. ولكن كاين مربين محنكين اللي يعرفوا على بالهم كيفاش يتعاملوا مع الطفل وكامل، والطفل اصلا ما لازمش تعطي له الاختيار، لازم تقول له لازم تجي تقرا لان البرنامج مهم لازم نكملوه. سلامة. هذه هي. إذن تحياتنا لكاع المربيين، لكاع الاساتذه وفي كاع الاطوار، حنا نحبوكم. وانا شخصيا عندي كانت عندي علاقه جميله جميله مع كاع الاساتذه تاعي اللي تعلمت منهم وكامل. اذا عندكم مسؤوليه كبيره كبيره كبيره، على بالنا بلي عليكم الضغط ولكن مسؤوليتكم كبيره. اذا ربي يوفقكم ان شاء الله. ماذا بيا نتكلم معك استاذ حميد هلال، انت منشط، انت منشط تابع لمدير الشباب والرياضه لولايه الجزائر، ديروا نشاطات، ديروا على غرار يعني المخيمات الصيفيه وكامل. ماذا بينا تكلمنا بالمخيمات الصيفيه، الناس يعرفوا يعني ابوبري واش يديروا كامل، يروحوا للمخيمات الصيفيه ولا البحر ولا، ولكن بالمرات كاين العطل هذه تاع الربيع تاع الشتاء، بالمرات الاولياء ما يعرفوش واش يديروا، يبدا يخمم يقول لك انا وين ندي وليدي، يا هل ترى نسجلوا، وين نديه كي نحب نسجلوا كامل. انا على بالي بلي كاين برنامج مسطره وزاره الشباب والرياضه، ماذا بينا تكلمنا عليه، يعني الناس واش يقدروا يديروا في هذه العطل هذه الربيعيه والشتويه حتى الصيفيه شويه. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا. شكرا يا زيد على الاستضافه هذه. وزاره الشباب والرياضه كما وزاره التربيه متكفلين بالاطفال والشبان. في وزاره الشباب والرياضه كاع الولايات عندها مديريات، وكاع المديريات عندهم دار شباب. دور الشباب بالمرات المديريه عندها بزاف. وعندهم دار ثقافه في كل ولايه وين الناس تقدر تروح. كاين مراكز ثقافيه كذلك. وين تقدر الناس تحب اللي ما يحبش يروح يكمل العطله تاعو، ما قراش مليح يقدر يروح يطالع
في مكتبات ولا يكمل اللي عاودي يريكوبيري واشرح له. وكاين ناس اللي يحبوا يروحوا باش يتنزهوا الاطفال ولا يخرجوا رحلات، كاين نشاطات ترفيهيه يعني ترفيهيه جواريه دكتور. يعني تقدر ما تروحش بعيد غير قدام حومتك باك تلقى واش كاين. لي ميزون جان هادو راه مفتوحين كاع الاطفال تو كيتقربوا دور الشباب هادو دور يتقربوا هما يلقاو الجزائر العاصمه شحال فيها من دار شباب فيها ابريك كاين وقيلا 58 اكثر من 50 يعني اكثر جميل فيهم. جميل وكل ولايه كاين الولايه اللي فيها 10 كاين اللي فيها 5 كاين اللي فيها بالضبط جميل وكل جميل. دار شباب عندها نشاطات عندها الرسم عندها الخياطه للبنات صغار عندهم الخرجات يخرجوا يكتشفوا عندهم الالعاب الشطرنج عندهم كذا وعندهم الرياضه ثاني والرياضه في نفس الوقت كاين دوك احنا هنا في الجزائر العاصمه كاين مناطق اللي ولات الناس تخرج تنزه فيها كيما الصابلات كيما مقام الشهيد كيما سيدي فرج الدنيا بارك ثاني كتحل ولا تابع ثاني كوين يشطوا فيها ولا تتحكمته مديريه الشباب والرياضه راهي تدير فيها نشاطات. كاين بعض النشاطات الجواريه اللي يكونوا في لي ميزون جان هما ثاني كيديروا ديزانيماسيون للدراري وين يجي الماجيسيان يجي الكلون. كاين ميزون جان بالذات هما اللي حضروا بعض النشاطات اللي شاركوا فيهم الاطفال منهم الرسم اللي فيهم اللي يمدوا لهم ميم دي كادو الميور يعني احسن رسم. كاين كذلك الخرجات اللي راهم يخرجوا لي ميزون جان وفي نفس الوقت وين يكون كونت برانتون يعني وين يكون مخيم في الشتاء ومخيم في الربيع ومخيم في الصيف ثاني كان اطفال اللي يقدروا يدوهم ويخرجوا ويحوسوا بهذوك الاطفال مده اسبوع. داكور هذا وباش يسجلوا ولادهم يتقربوا من دور الشباب ودور الشباب والرياضه دور الشباب دور الشباب يقدروا الشباب يلقاو كاع واش كاين الاداره كاين البرنامج كاين وكيلتحق بهم الطفل ولا الشاب هذا يلقى البرنامج ويحب واش يحب. كاين ورشات الورشه اللي يحب يروح لها يروح لها واش يسجل نفسه ويخير. داكور داكور جميل 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 وشيل شكرا شكرا. الشيء الاجمل هو انه كاين تنسيق كاين تنسيق بين وزاره الشباب وزاره التربيه وكامل التربية. يعني حتى الولايات وكامل بالمصالح نتاعهم يعني كاين تنسيق يعني في العطله يديروا برنامج خاص نهايه الاسبوع يديروا برنامج خاص يعني لا يزيد ماشي غير دار شباب يعني باش نقول لك كاين جمعيات ثاني راهي تنشط مليح نتكلموا على الجمعيات يعني دار الشباب يعني تلقى ثاني جمعيات وكاين رابطات اللي راهم يدوروا بدور كبير في ولايه الجزائر ولا ولايات اخرى يعني حاكمين كاع النشاطات هذه الجواريه مع الاطفال. وحبيت نقول لك معناتها ماشي بدراهم ولا يعني حاجه مجاني جيب ولادك يعني. وروح شارك والعب وتدي الكادو. جميل 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 شكرا شكرا سيد هلال حميد. ماذا بيا السيدة رتيبة مدني راكي حاضرة معنا اليوم كأم كل أولياء يحبوا ولادهم يكونوا في نفسية مرتاحة يعني مرتاحة ماذا بيه كي يخرج من المدرسة يديه يديه كاين أنا بالمرات نشوف بعض العائلات اللي يقول لك أنا ولدي مازال ما ديتوش ما رحنا حتى البلاس لازم نخرجوا لازم ديه يعني الأولياء درك راهم حارسين حارسين على بالهم أن العطلة هذه مهمة يعني هي انقطاع عن الدراسة وين الطفل لازم يسترد أنفاسه كامل وتسيبهم حابين مثلا ندير حفلات عمو يزيد في العطل تسيب الاولياء يجوا يعني على بعد 200 300 كيلومتر يعني ماشي غير من هذيك المدينه اللي فيها الحفل هذاك عمو يزيد شو ولا يعني تشوف الناس بلي يتنقلوا على جال باش ولادهم يتنفسوا كامل. حبيتك تكلمينا على التجربه نتاعك الشخصيه كيفاش تنتظري العطله وقتاش ترتبي امورك للعطله واش ديري في العطله يعني واش هما النشاطات اللي تحبي ديرهم لولادك في العطله. تفضلي مدام. السلام عليكم. بالنسبه للعطله احنا انا نختار راي تاع 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 ولادي تاع ولادك تاع ولادي كيما نحصوا على الدراسه تاعهم نحصوا ثاني نحترموا رايهم ونخرجوهم في العطله. اول شيء عندي زوج اطفال محمد يخير لا جورني وين نروحوا ندوهم والمره الجايه تختار نورها وين تروح وندوهم. لازم نحترموا راي تاع الاطفال هذه هي هذا هو النظام اللي نديرو. هل ترى انا حبيت مع اولادك نعم. اسكو تقولي لهم في الاختبارات اللي ما يجيبش نقطه مليحه ما ندوهش ولا أبداً. ما يعني ابدا يعني أبداً. العطله هي العطله هي ما يقراش مليح تديه فاكس. لا لا الله يبارك وما يقراو مليح ما يقراو مليح اجور بصح بالك راهم يقراو مليح باسكو انتم كنتوا تهلاو فيهم يعني لازم قرب عليهم يعني اولياء شيء مهم يعني لازم نقفوا كي تقربوا من ولادكم رايح الدراسه تاعهم تحسن لازم نقفوا عليهم لان النتائج تاعهم
لان النتائج تاعهم تهمنا، تهمنا النتائج تاعهم. صافي بهذا الشيء العطل كي تجي العطله واش يطلبوا مني؟ بون على مقدوري. لا لا شيء طبيعي. يعني هي ممكن تكون حاجه بسيطه ولكن تفرح، تكون خرجه عائليه، تكونوا اونسومبل. هذه جميل جميل. ولكن هل العطل الربيعية والشتوية والصيفية تعاملوا معها كيف كيف؟ هل ديروا هناك ديروا رحلات شوية تربوية يعني، ولا وين الطفل يقدر يتعلم حاجة؟ وكي تروحوا مثلا المكان هل تدخلوا مثلا تقولوا لهم مثلا تروحوا للأثار ولا حاجة؟ هل تتكلموا مع أولادكم تقولوا لهم هذه واشن هذه كذا؟ هل تعطوا الأهمية لهذاك الشيء يعني العطلة هذه؟ اسكو انتوما تحبوها تكون تربويه كذلك لاطفالكم؟ يعني شيء مهم. العطله شيء العطله تاع الشتاء تاع فصل الشتاء راحوا عند جدتهم للريف. ايه شافوا الريف. عطله الربيع هذه نخرجوا الويكند بون نهايه الاسبوع، يعني نهايه الاسبوع نخرجوا. بصح عطله الصيف نروحوا للشاطئ للبحر. ايه كيما الشاطئ البحر نقول لهم باللي كاين حكايه يحكوها باللي ما تعطينيش واش صيد، علمني الصياده. بالضبط بالضبط. كل حاجه نعطوها نعطوها الاهميه. جميل 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 جميل. تفضل حميد. يزيد حبيت نوضح واحد الشيء برك، يعني في مع الخرجات هذو تاع دار الشباب ولا هذه الجمعيات ولا يعني الطفل باش الاولياء يكونوا على علم بلي الاطفال ما يخرجوش هكذا برك، يعني راح تكون قائمه تاع الاطفال بلاسيورونس تاعهم. الطفل ما يخرجش هكذا يكون ماسيوري يعني بالاطارات. ايوه ويكون بلون كادرومون تاعو، يعني راح يكون من ناس كادري بالديزاين. قبل ما تكمل نرجع لك السيده رتيبه. هل ترى كاش نهار ولادك راحوا رحله مع مديريه الشباب والرياضه ولا الى يومنا؟ في الحقيقه ليومنا هذا مازال يخرجوا مع الاستاذه تاعهم، استاذه علجيه. بصح مش ما عنديش ثقه، بصح متخوفه بزاف من الخرجات. بالضبط. لا عندك حق في هذه، عندك حق في هذه. ودرك العمل يقع على عاتق المنظم، يعني هو دوك بعد نرجعوا له واش هما التدابير باش يطمنوكم يعني حقيقه. هو ولكن الاطفال محتاجين الى هذه الرحلات هذو اللي في بعضهم يعني مع الاطفال. نعم مع الزملاء تاعهم. بالضبط. عمرهم ما قالوا لك ماما نحب نروح لكولوني ولا حاجه ولا مثلا؟ هذه الساعة مازال بس كانت عندهم نشاطات تاع المسرح وخرجوا الولاية واحدة أخرى، قلت لك مع الأستاذة تاعهم مع المدرسة. مع المدرسة مع المدرسة. بصح لا كولوني وكامل أنا ما نظنش هذه الساعة مازال. هذه الساعة ما نقدرش. هذه الساعة مازال. مازالوا صغار. هي حقيقة الخرجات مع يعني خارج تكلمنا عليها في النشاطات شبه المدرسية. دائما الاولياء لما تخرج من الكادر هذاك الاطار تاع المدرسه يكون فيه تخوف، لانه المدرسه هي الامان، هي يعني قصري ومملكتي يعني كما يقول الطفل. يعني الامان هذاك للاولياء عندهم فيه ثقه، يعني لما الاستاذ مثلا الاستاذ يجي عند الاولياء يقول لهم يدي الدراري خرجه تربويه وكامل ما راحش يتردوا باش يعطوا له الطفل تاعو، لانه يعني كاين ثقه في الاستاذ وكامل. هنا وين الحق لك سي حميد هلال، ماذا بينا تكلمنا على الاطارات هذو اللي اطروا الاطفال وكامل باش اليوم راح نطمنوا الاولياء ونقولوا لهم باللي وزاره الشبيبه والرياضه عندها اطارات اللي يقدروا يرفقوا هاد الاطفال وكامل ويقدروا يتنقلوا هما ثاني يشوفوا يعني. بالطبع يا زيد، احنا باش نديروا في نكونوا في علم الجميع باللي الناس هذه اللي هيتاثر ولا الناس اللي هيتشتغل في دار الشباب ولا راهي الناس ربات عائله ثانيك. في نفس الوقت راهي الناس عندها مستوى، ناس قرات، ناس اللي قرات 4 سنين وعندهم تكوين. وعندهم تكوين في هذا المجال. تكوين بيان سور، كاين ناس مختصين في الشيء هذا، يعني الانسان يكون مختص مع الاطفال، يعني قرا علم النفس، قرا طريقه المعامله معهم، كيفاش يتصرف معهم، قرا الشيء اللي يقدمه. كل واحد عنده اختصاص في شيء، يعني المسرح ولا الرسم ولا كما نقولوا حنايا كاين الغناء هذا النشاطات الاناشيد والاغاني الترفيهيه خاصه بالاطفال. الناس مختصين يا زيد، ميم كي يخرجوا راح نقول لك باللي يقدر بالك يروح مع لي بارون يخلوهم يجروا يلعبوا كيما يحبوا، بالك يخرجوا مع الناس هذو اللي ما يعرفوهمش راح يخافوا على الدراري ولاد الناس هذو اكثر من اللي يخافوا على اولادهم. انتم التاثير كيفاش يكون سي حميد هلال؟ تاثير مثلا شحال من طفل باش يديروا له اطار مثلا؟ كاين خرجه هكذا ولا يا زيد كي يكون اون فاكونس يعني الجروب يكون يتواجدوا فيه من الاطفال حتى العشره.
داكور 8 حتى 10 مع المنشط تاعهم. هذا المنشط كيما حكينا هذه في كولوني فاكونس ولا لا لا في سونتر دو فاكونس ولا كيروح في الربيع ولا كيخرج في الخراجات. يعني احنا نقسمهم على 10 اطفال حتى ل 8 اطفال يكون معهم المنشط تاعهم ولا المنشطه تاعهم. يعني كان منشط كان منشطه كانوا هي اغلب الاحيان وين يكونوا البنات حاكمينهم غير البنات يعني لو لانيماتريس كأم كبيره يعني تعرف وكان لانيماتور وتقدر ثاني لانيماتريس تشد لي غارسون يعني تشد الذكور يعني تتعامل معهم خير من لانيماتور تكون شويه حنانه شويه بارابور لانيماتور. في نفس الوقت كيكونوا ثاني الخرجات هادو اللي يخرجوا على هواء التلق ولا وين يكونوا نشاطات كيف كيف نفس العدد يعني وين يكونوا 8 و10 ياطروهم هاد المنشطين ولا المنشطات. فهمت يا زيد؟ يعني باش نقول الاولياء ما تخافوا ما كاين والو الناس هادو راهم يروح مع الناس دي سبيسياليست في الدومين هذا. لا وخاصه درك حنا على بالنا بلي يا زيد وكان وين يخرجوا خرجات باش نقول لك يا زيد يتناولوا يعني وجبه الغداء تاعهم هذيك الاطفال يعني الناس هما اللي تكفلوا بهم يعني الجمعيه ولا دار الشباب ولا هاد الرابطه هما يجيبوا الفطور تاع دراري ميم كيما يقولوا حنا العصرونيه ولا القوتي هذايا يجيبوه معاهم يعطوه للاطفال. كاين ناس بالك ما عندهاش معلومه وكاين ناس ربي يهديهم بالك دي فورما والشي هذا اللي هم يديروا فيه الناس المنح. لا بالضبط بالضبط بالمرات يعني الانسان لازم يجرب. انا كولي امر يعني هكذا باش نطلق وليدي ولا بنتي ولا بلا ما على بالي وانا رايح ولا كيفاش ولا انا نقول للاولياء هذو لازم يتنقلوا يشوفوا يشوف مره يشوف دراري يتكلم مع الاولياء اللي ولادهم واقفين يروحوا قال كيفاش عجبوا الحال. لا والمعنى تاعها يا زيد المعنى والهدف من هذا الشيء الطفل كي يتخرج على والديه راح تكون طريقه معامله اخرى يكتشفها الطفل يكتشفها وراح يشارك في امور اللي ما يقدرش يشارك دم لي بارون تاعو باسكو مع والديه يقول لك انا شغل ندير ولا ما نديرش كاينه معايا بصح تما كيبين الشخصيه ديالو يحب يدير حاجه وكيلحق لوالديه يحكي لي ديطاي اللي دارهم الوغ كيكون جو المنافسه هذيك والاكتشاف يكتشفها وحده ما يوروهالوش والديه يعني الطفل هنا الذكاء تاعو يكبر والعقل تاعو يزيد يكبر اكثر. شكرا 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 حميد. شكرا استاذه علجيه. هل في الدخول المدرسي ولا جاوك اطفال اللي راحوا لهاد المراكز تاع وزاره الشباب والرياضه من خلال المديريات ولا المخيمات الصيفيه ولا هل جاوك اطفال واش كانوا انطباعاتهم؟ هي في الحقيقه باش نعاودوا نولوا الطفل الانطباع نتاعو خوف الاولياء من الخرجات تاع الطفل هو اللي راح ينحي ولا راح يثبت هذاك التخوف هذاك لانه الطفل اذا كان خرج وعاود ولا وارتاح كان مرتاح نفسيا الوالدين راحين يخليوه ينقص من نسبه الخوف يعني يطلقوه يخليوه يروح مع ناس اللي مسؤولين الا كان جا وقالها ما زيدش نروح يزيد يثبت هذاك التخوف هذه ومن بعد هي تزيد تتكلم ومن بعد هي تحوس تقول صح طبعا والزيت تنشر طبعا في المدرسه كيعاودوا كيخرجوا يعاودوا يولوا احنا نخرجوهم بزاف حنا التلاميذ تاعنا بزاف نخرجوهم حتى في المدرسه تاعنا عندنا نادي المطالعه اللي عندنا تنافس قوي في اللغه الفصحى ونخرجوا بزاف التلاميذ تاعنا للرحلات الاستكشافيه خطط يعرضونا لجمعيه ندوهم التلاميذ كيعاودوا يولوا بلا العطله يعني في هذيك النص نهار هذاك ولا هذاك النهار تاع يوم السبت نخرجوهم يجوا بالحد مرتاحين. ولذلك انا ننصح الاولياء من هذا المنبر ما تكثروش على اولادكم الخدمه في العطله. جميل. كل خدمه حتى الاستاذ حتى ننادي الاساتذه الخدمه اللي عطيتوها للاطفال عندها هدف مستهدفه عندها هدف معين تخدمه ولا برك بها تشارجي ولو باش ما يريحش. بالضبط لا اذا التلميذ لازم يريح لازم يريح انا نقول على الاقل يوم تجديد النشاط على الاقل واش قلت لك من قبل كي نخرجوهم في يوم انا نقول يومين ما يقراش بالحد يجوا مرتاحين. بالضبط كي نخرجوهم ثلاثه العشيه بالاربع صباح يجوا مرتاحين يجوا مرتاحين حقيقه. احنا كيما تخرجوا نتايا بثلاثه العشيه وتعطي له خمس واجبات ولا سته تقول له جيبهم غدوه احكموا وخلاص علاش تطلقوا يعني هذا هو المشكل يعني باش الطفل اذا كان يرتاح ويقطع شويه على هذاك الضغط وكامل لازم الواجبات ينقصوا. وما ينساش كاين دول في العالم نحاول الواجبات يعني كاين دول في العالم نحاول الواجبات وكاين دوله في العالم كندا مثلا يمدوا الواجبات على سمان كي تدخل يعطيك الواجبات على الاسبوع كامل براسك اخدم بالريتم ديالك يعني ماشي الشرط قال على حساب النشاطات نتاعو المكمله الخارجه عن الصف يعني الواجبات بزاف للتلميذ بزاف عليه ماشي مليحه. وحنا ما تنساش بلي احنا عندنا ما عندناش الوسائل تاع الترفيه في الداخل يسمى اجتهادات تاع المعلمين اللي يخلوا المدرسه التلميذ كي ينوض مع الصباح يقول لك راني رايح المدرسه يحب يروح المدرسه باش ما يشي كي ينوض مع الصباح يقول لك راني رايح المدرسه بالضبط لازم كي ينوض يقول راني رايح المدرسه بالضبط
جميل جميل جميل. يعني أستاذة علجية معروفة بنشاطاتها وكامل في المدرسة ويحبوها كامل الأولياء والأطفال، وإحنا تاني نحبوك مدام العمل اللي تقومي به ونقدروك. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الموضوع، تنظيم العطل المدرسية. العطل المدرسية يعني ثلاثة العشية، الجمعة، السبت، والعطلة تاع الشتاء والربيع والصيف. كاع هاد العطل لازم يا أولياء تحكموا فيها باش ولادكم يعرفوا يقطعوا باش يرتاحوا شوية باش يرجعوا بنفس جديد. وانتم كذلك يا مربيين الأطفال هادو مليح أنكم تعطوهم نصائح كيفاش يقراوا كيفاش ما يقراوا. واش قال لا يا وليدي مثلا هالجمعة لازم ترتاح كاع النهار، غدوة من ذاك الصباح إذا كان روح درت رياضة ولا تقدر تقرا العشية وكامل. هذه مسؤوليتكم انتم كذلك. ماذا بينا تساعدونا في تنظيم العطل المدرسية لأولادنا باش يكون عندهم نفس جديد كيرجعوا يقراوا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. شكرا شكرا صحة. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.